النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم في نشرة أحوال جوية الرئيسية حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، ونذكركم في بداية هذه النشرة بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، كذلك حال تفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات العاجلة أولا بأول متعلقة بحالة الطقس. نبدأ معكم كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية التي توضح حركة السحب الواردة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب. نلاحظ معكم بدء نشوء سحب ركامية في العديد من مناطق المملكة مع ساعات صباح وظهيرة هذا اليوم، ناتجة عن تواجد رطوبة في طبقات الجو البنائية وهي المتوسطة والعالية. هذه الرطوبة مرافقة لحالة من عدم استقرار الجو متوقع أن تنشأ خلال الساعات القليلة القادمة نتيجة قدوم كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العالية بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب ليغطي كافة مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة. ذلك يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة في عموم المنطقة بالذات فوق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة، وتستمر بمشيئة الله يومي الأربعاء بشكل رئيسي والخميس على شكل تيارات شمالية غربية عقب انتهاء هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. نلاحظ معكم هذه الخريطة التي توضح ما تحدثنا به، كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالي تتقدم من الحوض الشرقي للبحر المتوسط بالتزامن مع امتداد لمنخفض الجو منخفض البحر الأحمر من الجنوب مرفق برطوبة، كذلك الحال أيضا بكتلة هوائية دافئة فوق شمال الجزيرة العربية. هذا التراقي في منطقة بلاد الشام يخلق بعد مشيئة الله أحوال جوية غير مستقرة ستعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار متفاوتة الشدة فوق العديد وعموم مناطق المملكة بمشيئة الله. نلاحظ معكم من مخرجات طبقة الحرارة في طبقات الجو العالية هذه البرودة الكبيرة في هذه الطبقة، هذه البرودة تتقدم بشكل تدريجي نحو الشرق ونحو أيضا داخل الأراضي المصرية، ذلك يؤدي بمشيئة الله إلى اندفاع منخفض البحر الأحمر نحو مناطق بلاد الشام، ويحدث هذا التلاقي اعتبارا من ساعات مساء هذا اليوم والليل القادمة وطوال يوم غدا الأربعاء بالتحديد فوق المملكة، مما يؤدي إلى هطول هذه الأمطار الرعدية ونشوء هذه السحب الرعدية المرافقة لهذه الأمطار. نعود معكم الآن للحديث عن الرياح الشرقية التي متوقع أن تنشط خلال الساعات القليلة القادمة في مقدمة لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، نتيجة امتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب. لاحظوا هذه الألوان الداكنة تدل على نشاط الرياح الشرقية في مناطق عديدة في شمال المملكة وسطها العاصمة عمان، أيضا المناطق الشفاغورية وبعض المناطق الشرقية، في حين أن المنطقة الجنوبية تقريبا هي بمنأى عن شدة هذه الرياح الشرقية المتوقعة. تستمر هذه الرياح الشرقية بالهبوب حتى ساعات منتصف الليلة القادمة قبيل دخول ذروة الأحوال الجوية غير المستقرة، حيث تبدأ هذه الرياح الشرقية بالتراجع عن شمال وسط المملكة تتركز فوق المنطقة الشرقية قبل أن تتحول مع ساعات نهار الغد إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. نلاحظ معكم الآن من خلال خرائط الهطول، محاكاة الهطول الخاصة بنا هنا في طقس العرب مع ساعات بعد ظهر هذا اليوم والعصر تبدأ الغيوم الركامية بالتكاثر في سماء المملكة، قد تؤدي إلى خطول زخات محلية رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة المملكة. سرعان ما تكتسب هذه الأمطار مع انتصاف الليل وبعيد انتصاف الليل الغزارة فوق العديد من المناطق الشمالية الوسطى بما فيها العاصمة عمان بمشيئة الله، كذلك الحال مناطق الأغوار الشمالية حيث يحذر من تشكل وجريان السيول في هذه المناطق مع ساعات الليلة القادمة المتأخرة. تدريجيا مع ساعات نهار غد الأربعاء نلاحظ معكم تأثر مناطق عدة في جنوب المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، كذلك الحال دولة فلسطين، وبعيد ساعات الظهيرة والعصر بمشيئة الله مناطق واسعة في المملكة تحت تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، حيث تهطل زخات رعدية من الأمطار متفاوتة الشدة أحيانا تكون غزيرة أيضا مرفقة بالعواصف الرعدية، كذلك الحال زخات البرد كما هو ملاحظ مع ساعات عصر يوم الأربعاء مع ساعات مساء الأربعاء
تبدأ تدريجيا هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بالتراجع، لكن تبقى المملكة تحت تأثير تيارات هوائية شمالية غربية عقب مرور هذه الأحوال الجوية غير المستقرة الناتجة عن تحرك امتداد منخفض البحر الأحمر نحو الشرق إلى الشمال من الجزيرة العربية، وبالتالي تبقى فرص الأمطار واردة حتى يوم الخميس بمشيئة الله كما هو مبين من خلال هذه الخريطة. التوقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة، كما تحدثنا يوم غد الأربعاء أجواء باردة غائمة معظم الأحيان، هطول لزخات أمطار على فترات تكون رعدية غزيرة مرفقة أيضا بزخات من البرد مع ساعات. ليلة الأربعاء الخميس تنحسر الأحوال الجوية غير المستقرة، تبدأ المملكة تحت تأثير تيارات غربية عقب انحسار هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، وبالتالي كنتيجة استمرار هطول زخات من الأمطار، لكن تنحسر الشدة الرعدية أو الشدة الكبيرة المرافقة لهذه الأمطار بمشيئة الله. يوم الخميس استمرارية لهذه الفرص للزخات المطرية، تشكل الضباب مع ساعات ليل الخميس على الجمعة فوق العديد من المناطق. يوم الجمعة هو يوم مستقر بشكل نسبي قبل وجود حالة جوية جديدة بمشيئة الله يوم السبت والأحد، نتحدث عنها في التحديثات القادمة. إذن كملخص لهذه النشرة الجوية، حالة من عدم استقرار الجوي منتظرة خلال ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة، كذلك حالة زخات رعدية من الأمطار منتظرة أيضا بمشيئة الله يوم غد الأربعاء فوق العديد من المناطق، تحذيرات من تشكل السيول وجريان الأودية في عموم مناطق المملكة، توقعات بأن يطرأ انخفاض إضافي على الحارة بحيث تصبح الأجواء باردة بشكل إضافي. كان كل ذلك حتى اللحظة. للقاء.